ايه بقى الموقف عندك يا كابتن ابراهيم؟ وقول لي، والناس في بورسعيد بتقول ايه؟ والله يا استاذ محمد الموقف صعب جدا. الناس محتشده قدام الامن المركزي عايزه تطمن على اولادها ايه اللي هيحصل لهم. حاله من الاحتقان كبيره جدا. كل طبعا الناس لما بتسمع العدد بيبتدي يتزايد والامور مش عارف توصل لفين، لكن الموقف صعب، الموقف صعب. طب كابتن ابراهيم يعني قول لي تقريبا العدد كامل موجود قدام اداره الامن المركزي؟ والله ما اقدرش احدد يا استاذ محمد لان كل شويه الموضوع بيكبر شويه. تقريبا يعني في 200 واحد، 100 واحد تقريبا، 50 واحد، 500 واحد. لا اكتر، اكتر من كده، اكتر من كده، اكتر من كده. اه طب يعني الاهالي الناس اللي قبض عليها ده منطقي ان هم يتواجدوا؟ طبعا في النهايه ده ابنهم حتى لو مجرم اخطا، وطبعا في النهايه القضاء اللي هيقول حكمه على كل واحد بعينه، يعني كل شخص القضاء هو اللي هيبرئه او يدينه او يدي حكمه في النهايه. ده منطقي ان اهاليهم موجودين، لكن الناس الاخرين في بورسعيد برضه بيتواجدوا معاهم؟ انا ما سمعتش السؤال كويس يا استاذ محمد. يعني اهالي الناس دي لما تتواجد عند اداره الامن المركزي ده مقبول منطقي يعني، لكن اللي انا عارفه ان في برضه ناس من الجماهير رايحه بتقف معاهم وتتواجد بكثره هناك دلوقتي. هي وقفتهم بس معاهم يا استاذ محمد، احساسهم ان الناس معاهم مش اكتر ولا اقل، لكن ما فيش حد بيعمل حاجه. الناس واقفه والضباط واقفين معاهم، ما فيش حد بيعمل حاجه. يعني ما فيش شغب تقصد؟ ما فيش مشاكل؟ نعم. لا ما فيش مشاكل الحمد لله، ما فيش مشاكل. بس انا عرفنا ان بيولعوا في كاوتش. حاسين ان وقفت. نعم بيولعوا في كاوتش، عرفنا وحاجات كده. والله والله في بعض ولع كاوتش، واما رحنا اتكلمنا مع الناس وقلنا ان ده مش في صالح الناس اللي جوه، الناس صفت كاوتش والامور بقت عادي. كانوا مسدين طريق، اتكلمنا مع الناس، الناس فتحت الطريق وما فيش مشاكل الحمد لله. احنا بنحاول نهدي يا استاذ محمد ان الموضوع يتحل بسلام. وبعدين يا استاذ محمد انت برضو ما يرضكش ان النهارده تخرج، يعني تخرج مظاهره شتيمه بورسعيد، هل ده معقول؟ ده فين ده؟ قصدك هنا في القاهره؟ بالظبط، يعني الناس خارجه وعامله يوفر. بورسعيد ما فيهاش رجاله، وبورسعيد ما فيهاش، وبورسعيد واحنا هنيجي. انا بس عايز يا كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم اتفضل. احنا بس عايزين نقول ان النهارده الموضوع يعني اذا كان في مشاحنات هنا مشاحنات هنا، مش عايزين نزود الموضوع، احنا عايزين نقول ان الموضوع اصبح في يد القضاء، والنهارده النائب العام اصدر قراره بتحويل الناس دي للجنايات. اللي هيقول محكمه الجنايات هي اللي هتقول مين مدان مين مش مدان، مظبوط؟ يعني النهارده اصبح الموضوع رسمي في يد القضاء، هو اللي هيقول. احنا عايزين المشاحنات دي خلاص بقى، لا مسيرات فيها بقى بورسعيد كذا، بورسعيد طبعا فيها رجاله كلها رجاله، كلنا بنحترم بورسعيد وكلنا بنحترم الالترس وبنحترم جمهور الاهلي وبنحترم جمهور المصري اللي هو غير مدان، كل واحد مدان سواء من هنا او من هنا لازم يتحاسب ولازم يتحاكم، لان احنا مش في فوضى ولا في غابه. تمام تمام تمام. فخلينا نقول ان بمرور الوقت ان شاء الله يعني مساله اليوفت والمسيرات والمظاهرات وان احنا نشتم بعض ونتبادل الهتافات، اتمنى ان ده اسمح لي اقول لك حاجه، ان ده ينتهي. اتفضل. المشكله مش في النهارده. قدام حضرتك المشكله مش في النهارده. المشكله بكره لما يتخذ قرار مع النادي المصري. لا الناس مش مستنيه قرار، الناس عارفه ان في قرار ومتعاد. يعني الناس مهيئه نفسيا للقرار. الناس عارفه ان في قرار يا استاذ محمد طلع ومتعاد. طب انت بقول لحضرتك بكره هتبقى مشكله في بورسعيد. ليه ايه بقى؟ الله اعلم. مشكله عشان ايه؟ يا كابتن ابراهيم معلش يا استاذ محمد انا واقف بكلمك في الشارع والصوت عندي. أي مشكله كده. عشان ايه؟ انت بتقول لي بكره هيبقى في مشكله في بورسعيد، عشان ايه؟ الناس عايزه ايه بكره؟ هي الناس شايفه ان هي يعني حقها يعني الناس اللي محبوسه دي فيها ناس كتير محبوسه ظلم. المحكمه هتقول ما هو انت تاكد ان اي واحد ما عليهوش دليل المحكمه هتقول وهتبرئه، اللي عليه دليل واضح وقاطع. ما عمر المحكمه ما هتصدر حكم يا كابتن ابراهيم الا بدليل قاطع. يعني في النهاية تمام. النيابة تمام. بتحط أدلتها وسندتها وبترفع للمحكمة. المحكمة هتقول والله فلان بريء، فلان مدان، فلان هيتحكم عليه كده. أستاذ محمد أنت 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 أدرى مني أنا باللوائح. إزاي أنت أصدرت قرار على النادي المصري من غير حكم قضاء ومن غير لوائح؟ هو في لسه قرار صدر؟ هو الناس بتهيج ليه؟ هو لسه قرار صدر؟ أستاذ محمد أستاذ محمد أنت عارف إن في قرار طلع للنادي المصري؟ أنت عارف القرار إيه؟ أنت عارف القرار إيه؟ أنت عارف القرار إيه؟ قول لحضرتك القرار إيه؟ هبوط النادي المصري مثلا؟ تجميد نشاط. اه
هو تجميد نشاط المصري سنتين على الاقل. طب هو وهو مش تجميد نشاط اسوا من الهبوط؟ يعني هو استاذ محمد إيه هو انت النهارده اما تجمد النشاط في النادي المصري لا ناشئ ولا مدرب ولا اعلامي ولا صحفي هو ده مش خراب بيوت؟ طبعا طبعا خراب بيوت. لكن في يا استاذ محمد هو يعني هي هما كده احنا نرتاح اما بيوت الناس تقفل؟ استاذ محمد بورسعيد بقى لها اكتر اللي بيقول لك ان بورسعيد شغاله وبورسعيد لا بورسعيد مش شغاله اقسم بالله بورسعيد ما شغاله ما انا عايش في بورسعيد وشايف الناس. استاذ محمد احنا هقول لحضرتك على حاجه والله 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 احنا انا عندي اكاديميه شغاله والله العظيم الناس من يوم الموقف دوت احنا قافلينها لدرجه ان احنا نشدنا القوات المسلحه يا جماعه خليكم معانا الناس حتى ما فيش لا ولا ما حدش له دعوه كان بورسعيد معزوله يا استاذ محمد اللي بيقول لك بورسعيد مش معزوله لا بورسعيد معزوله بورسعيد ما طلعش واحد ما تقول من المجلس العسكري حتى يطيب خاطرها بكلمه بورسعيد ما طلعش واحد من الساده الوزراء او المسؤولين يتكلم عليها كلمه يقول لهم لا الامور هتمشي لا القضاء هياخد هيقول كلمته لا شفت كده يا استاذ محمد؟ لا ما انا قلت لك احنا عايشين في زمن الكراسي الواسعه ما كل المسؤولين في مصر دلوقتي محدش قادر يتكلم ومحدش بيدي قرار ومحدش بيطلع يقول والكراسي كلها واسعه في مصر. لكن بمناسبه ان انت اتكلمت يعني عن المسؤولين والكلام ده هل انا سمعت انه فعلا من يومين فاتوا بدات عربيات امن مركزي كتير وعربيات جيش وقوات مسلحه تخش بورسعيد لتامين ما قد يحدث في الايام دي هل ده فعلا حصل بكثافه؟ هم متاكدين ان في حاجه هتحصل بكره. هل حصل بكثافه فعلا يعني جت تدعيمات؟ حصل بس هم متاكدين ان حاجه هتحصل بكره. طب انت ليه مستني ان حاجه تحصل بكره وتبعت عربيات عشان بكره؟ طب انت ليه من قبل ما يحصل حاجه ما طلعش ما تقول اتكلم؟ هم عايزين ايه يا استاذ محمد؟ هم عايزين بورسعيد تولع؟ هم عايزين الناس تتبهدل وتموت؟ ما انت ما تحلش موقف ناس ماتت بناس تموت يا استاذ محمد. مين يا استاذ محمد؟ اول ما حصل في المذبحه بتاعت النادي الاهلي كلنا خرجنا يا استاذ محمد وقلنا لا لازم حق النادي يرجع لها، احنا اول ناس انا اول واحد خرجت وقلت لازم حق النادي الاهلي يرجع لها. صح يا استاذ محمد؟ حضرتك لما طلع واحد وقال ان في مسؤول تابع للحزب الوطني هو اللي كان ورا الموضوع، شعب بورسعيد كله خرج ولع في المكان بتاعه وكسره عشان مين؟ انا مش عارف والله يا استاذ محمد عشان الحق يرجع عشان الحق لان في ناس حواليا كتير ومش عايز الامور يعني تروح للاسوء. عموما كابتن ابراهيم المصري ان شاء الله باذن الله الامور ستحل في القريب العاجل. بالنسبه لبورسعيد بشكرك شكرا جزيلا. ابراهيم المصري لاعب النادي المصري او احد نجوم النادي المصري في الوقت السابق. النهارده الالتراس من 9 الصبح متجمعين ما شاء الله فوق ال 4 5000 واحد راحوا عند النادي.